وإليكم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أن ختم القرآن في الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة، هو يحكم هذا عليه بالبدعة، لكن يقول إذا اجتهد بعض العلماء وقالوا هذا عن اجتهاد فلهم هذا الاجتهاد. رأي الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن يرى أنه بدعة، وغيره لا يصلي، يصلي من أجل ختم القرآن، لا، لم يرد هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. الصلاة عند ختم القرآن، أو يختم إذا ختم القرآن في الصلاة يدعو في الصلاة، لا، يدعو في غير الصلاة ورد عندما يختم القرآن، لا إشكال في هذا. طيب، نعم. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، وفي رواية قل بسم الله، يقول بسم الله، والله أعلم. نعم نعم. شيخ، بعض الناس يحتاج الحلقة قراءة القرآن وبعدها أخذ الحلقة يدعو. التزام الدعاء بعد نهاية كل حلقة، مثلا نهاية كل درس، إذا التزم هذا بدعة طبعا، لكن يأتي هذا عارض الدعاء لا إشكال فيه، مفهوم؟ أنه يأتي الدعاء عارض يصح، أما التزام هذا بدعة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد صلاة، بل يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا من الجهل، أن بعض الناس عندما يسلم من الصلاة الأصل يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام، صحيح؟ الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من الجهل عندما يسلم ويرفع يديه يدعو. لماذا؟ لأنه يترك موضع إجابة الدعاء وهو ساجد أو قبل التسليم، وبعد أن تنتهي الصلاة لا يوجد هنا إلا الأذكار الواردة بعد الصلاة المفروضة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد صلاة المفروضة. نعم الشيخ. نعم. التوضيح لها إخواننا، يعني هؤلاء كبار السن، إيش نصنع معهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتكلم مع عمه الكافر، كافر، فماذا قال له وهو في مرض الموت، فراش الموت؟ قال: يا عم، سبحان الله، كافر؟ نعم. يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهو كافر، فما بالك مسلم. فيأتي مثلا يقول: والله، يعني الولد أحيانا لا يستطيع أن يقول للأب اصنع كذا واصنع كذا. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أعطانا فائدة اليوم سمعتها في الراديو، قال: إيش الفائدة؟ قال: كذا وكذا. مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبي: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم. أراد أن يبين له سبب الدعوة، سبب الدعوة ما هي، لماذا يدعوه؟ قال: سبب الدعوة جاءني شيء من الله سبحانه وتعالى، اختصني الله سبحانه وتعالى به. ويقول له: يا أبتي، حتى يرق له الدعاء في ظهر الغيب. النصح منفردا، يعني ما يمكن تنصح أمام الملأ، صح؟ وهناك فرق بين النصيحة والفضيحة، ممكن بطريقة تأتي مثلا، يعني الوالدة صلى الله يحفظها لك عندها أمر ما، إيش تصنع؟ تبحث عن مقطع للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وتقول: يا أمي، نستمع إلى هذا المقطع اليوم من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ولعلك كنت تسمع نور على الدرب أيام كان في الشيخ. تقول: والله نعم كذا، وتشغل لها. يعني أنت تريد ماذا؟ الإصلاح بإذن الله يعينك الله، مفهوم؟ أما من يريد فقط التبديع أو التفسير، نحن والله ما قلنا هذا الكلام من أجل أننا نبدع الناس، لا، هذا ليس لنا. إصدار الأحكام على الأشخاص هذا ليس لنا، هذا لكبار العلماء للمحاكم الشرعية. نحن علينا البلاغ، تعليم الناس، التوضيح هذا الأمر للناس.
فإذا وضحنا الحمد لله. إن عليك إلا البلاغ، صح؟ أي نعم، أنت عليك تبلغ، لكن تبلغ موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مخالفا للسنة. نعم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع يقول الدبر قد يكون داخل الشيء وقد يكون خارج الشيء، وقالوا ورجح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع رجحوا أن هذا الذكر والدبر هنا يراد به قبل التسليم، يعني يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل التسليم. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا بعد الصلاة، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الأذكار الواردة استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ما ورد. هذا الذي أرجح. إذا وجدت إمام عالم تثق بدينه وعلمه وقال بالقول الثاني، قلنا هناك من يقول أن الدبر هنا خارج الصلاة وبعد الصلاة، وقلت بهذا هذا لا إشكال فيه، ونحن نتكلم عن التزام الدعاء غير هذا، لأن هذا ورد عن أهل السنة والجماعة. فالتزام الدعاء بعد الصلوات هذا لم يثبت، بل كما ذكرنا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا من الجهل. تريد حاجة من إنسان تتصل عليه ولا تتكلم بحاجتك، ثم بعد أن تغلق الهاتف تقول أريد من كذا، يصح؟ يصح. الآن موضع إجابة للدعاء وأنت ساجد أقرب ما يكون بين العبد وبين ربه، أدعو هنا الآن. نعم والله أعلم. الرضا بالقضاء والقدر، أولا يدرس هذا الباب، ثانيا يدرس السيرة. يعني الآن لو تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، مات أبوه قبل أن يولد، ثم ماتت الأم، كان في كفالة جدي، ثم مات الجد، ثم كان في كفالة عمي، مات العم، وماتت الزوجة الحنون خديجة. حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنين، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا عليه سل الجزور، خرج إلى الطائف فآذوه وأرسلوا عليه الصبيان والسفهاء، ثم بعد هذا هاجر وكان في الغار، نبي الأمة في غار يختبئ، وصل إلى المدينة ظهر النفاق وبغيت عداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تزيد، وضعوا له السم في طعامه، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، الأحزاب شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، حتى يعني نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان على هذا راضي بالقضاء القدر. نعم. علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله به رمد، بل يقول بعض من يذكر ترجمة علي رضي الله عنه يقول أن علي رضي الله عنه كان موكول بالبلاء، عندما يخرج من ابتلاء ومصيبة يدخل في أخرى، وهو رابع الخلفاء الراشدين ورجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. فالإنسان ينظر في سيرة الصحابة في سيرة السلف الصالح، مفهوم؟ نعم. وبهذا يعرف كيف يطب، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يقرأ القرآن بغير وضوء لا إشكال، انتبه معي، من عليه حدث أصغر يمنع من أشياء ثلاثة، من عليه حدث أصغر يمنع من أشياء ثلاثة، من الصلاة والطواف ولا يمس المصحف، كم شيء؟ يعني أقرأ لا إشكال، وبعض العلماء يقول له أن يمس المصحف، إذن 3 أشياء، هذا حدث أصغر، ويزيد
على هذه الأشياء الثلاثة من عليه حدث أكبر هذه الثلاثة، ولا يقرأ القرآن ولا يلبث في المسجد بغير وضوء. كم صرنا الآن؟ 5. وتزيد الحائض والنفساء بألا توطأ ولا تطلق ولا تصوم، أصبح كم الآن؟ 8. ولها أن تقرأ القرآن، إذن صار المجموع لها 7. مفهوم؟ انتهينا؟ طيب نعم الشيخ. كلتا يديه يمين. الله سبحانه وتعالى نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول المعاني معلومة، نعلم معنى كلتا يديه يمين، معلوم المعنى. الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة، فنقول أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى اليدين، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين حقيقيتين، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لهذه اليدين من قبض وبسط وأصابع، وكلتا يدي ربي يمين. بعض الناس يشكل عليه أن هناك حديث ويأخذهن بشماله، قال لا إشكال، إذا صح هذا الحديث الحمد لله، وإذا كان ضعيف لا إشكال، وإذا كان صحيح كلتا يدي ربي يمين يعني من اليمن والبركة، ونجمع بين الحديث ولا تعارض بين الكتاب والسنة، ولا بين السنة والكتاب، ولا بين الكتاب والكتاب، ولا بين السنة والسنة، مفهوم؟ نعم. فلا إشكال. نحن لماذا يأتينا إشكال؟ عندما نمثل أحيانا نظن أن صفات الخالق، وهذا باطل أشد البطلان. الآن أنت موجود؟ نعم. والله موجود؟ نعم. هل وجود المخلوق كوجود الخالق؟ لا. هل لله ذات ليست كالذوات؟ نعم. وأنت لك ذات؟ نعم. تقول رأس الإبل ورأس المال ورأس الوادي، رأس ورأس ورأس تختلف؟ نعم، بحسب ما تضاف إليه. فإضافة اليدين لله سبحانه وتعالى تليق به سبحانه وتعالى، واليد للمخلوق تليق بالمخلوق، هذا يليق بالخالق سبحانه وتعالى، لكن لا نعلم الكيفية ولا نسأل عنها، نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. طيب نعم. غيره في شيء؟ أمشي شيخ؟ يكفي يكفي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية، وأن كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.